مئات اللاجئين لا يزالون متوافدين، وكل يوم صوب اليونان وبشكل خاص في جزيرة لسبوس قادمين من تركيا. اللاجئون حيث يوجد من بينهم أطفال ورضع تم التكفل بهم من قبل جمعيات خيرية مختلفة. وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 77 شخصا قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية من تركيا في الفترة من الأول إلى 18 من كانون الثاني يناير. وتقول المنظمة إن نحو 31 ألف شخص عبروا المياه منذ بداية العام، أي أكثر ب 21 مرة من عددهم في نفس الشهر من العام الماضي. وأغلقت مقدونيا حدودها مع اليونان لتمنع بذلك عبور مئات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى شمال أوروبا. وقرب مركز حدودي قتل باكستاني في هجوم بسكين.